الحقيقة وضع ابنك عمر ما كتير بيطمن. هديك السنة اشتكوا عليه بعض المعلمين وما حبينا نكبر القصة، بس هاي السنة الوضع بلش يصير جدي أكتر. عمر ما عم يهتم بدروسه أبدا. هلأ في عنده أخته عم تروح تدرس بالجامعة، هي بقسم التجارة وهي متفوقة كتير، رح إلا وخليها هي اللي تدرسه. مع الأسف مشكلتنا مو بس بدروسه، عم يهرب من المدرسة أثناء الفراس. نحن كذا مرة لقطنا لعمر وعاقبناه على هالشي، وأنا كتبت ملاحظة على دفتر وشرحت وضعه، بس بعتقد أنه ما فرجاكن إياها. والله أنا ما عندي خبر بالمرة، لوين ممكن يهرب هالولد؟ هو عم يهرب ويروح على الكافينات ويلعب ألعاب على الكمبيوتر، خاصة ألعاب العنف والقتال، وهالنوع من الألعاب بتأثر على نفسيته. قلتيلي عم يلعب ألعاب حرب بدل ما يروح يدرس دروسه؟ بآخر فترة صاير عم يعمل مشاكل ويتخانق مع رفقاته، ولما أجتنا شكاوى من بعض أولياء الطلاب وقت اضطرينا نحكي مع حضرتكم. نحن عدد طلابنا كبير، وبصراحة ما عاد فينا نتحمل لوحدنا مسؤولية الطالب يلي متعود يهرب من المدرسة دائما. انتو معكن حق، لأنه شغلتكن صعبة وكتير صعبة كمان مع مسؤولية كل هالولاد اللي عندكن، وأنا بوعدكن إني حاول أعمل كل شي بيطلع بإيدي ورح شدله أدنيه لعمر. أنا بتشكركن كتير وعلى الوقت اللي أعطيتوني إياه. عن إذنكن هلأ. لا العفو أستاذ، أهلا وسهلا. شكرا يا أنسة.